نازح من الشمال من مخيم جباليا، نزحنا لرفح، وهينا اليوم اليهود كمان مرة بشردونا، ونزحنا على الدير قبل هيك، وهي الثالث مرة أو رابع مرة حتى نحسبها إنه بننزح من منطقة لمنطقة. وهالمرة إحنا وين رايحين مش عارفين، هيهم أخلوا الشوكة بس وين بيقولونا روحوا لحتى الآن ما حدش عارف وين إحنا حنروح وش حيصير في الشعب كله. أساسا إحنا بنضيع قاعدين، حد يشوفنا وحد ينقذنا. طلعونا الصبح الناس بيواجهونا اسطوانات في رحيل، ارحلوا عشان بدهم يخلوا المنطقة، بدهم يدخلوا عليها اليهود، واحنا هنا بنحضر فقراتنا، حضرنا حالنا وغراتنا، وين بدنا نروح؟ والله ما احنا عارفين وين بدنا نروح. أول الحرب هجينا على الشبورة وقعدنا بيجي شهرين ثلاثة وزهقنا ورجعنا عدونا تاني، ما صدقنا نطمئن في دورنا ونقعد في دورنا. الحين بدهم يرحلونا تاني، والله يعلم نرجع نلاقي دورنا ضايله ولا مهدومه ولا مسروقه، والله الله يعلم ايش صاير في دورنا، الله يعلم ايش نعيش ولا نموت ولا نضل ولا ايش يصير فينا.